السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أكلمكم في موضوع ما اتكلمناش فيه قبل كده، وهو القصف الرجعي أو قصف الرجعي أو اسم تاني القصف إلى الوراء أو القصف الجاف. إيه الحكاية دي؟ إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده مش منتشر بصراحة، لكن في بعض الناس تقول لك أنا عند وصولي للذروة بيحصل عندي قصف بس ما بيخرجش مني. في قصف وبيوصل للنشوة بتاعته والتشبع والاكتفاء، لكن ما فيش مني بينزل منه، فبيبقى مستغرب وقلقان. أولا هو ما فيش داعي للقلق، لأن الموضوع ده ليس له أضرار. الضرر الوحيد هو بالنسبة للواحد اللي عايز يخلف، فمش هيقدر يخلف إلا لما يعالج هذا الموضوع. فإيه حكاية القصف الرجعي؟ Retrograde Ejaculation. القصف الطبيعي احنا عارفين ان القصف الطبيعي ده ايه، الواحد الحيوان المنوي بيخرج من عند الحويصلة المنوية الى يمر خلال البروستاتا وبعدين يقذف الى الحالب الى القضيب، وده نتيجة ان جدار البروستاتا او عضلات البروستاتا او عضلات عمق المثانة بيبقوا قافلين مدخل المثانة بتاع البول وفتحين المدخل او الصمام بتاع المني الى الحالب، فبيمشي المني من جاي من ناحية البروستاتا ويمشي الى الحالب الى القضيب الى الخارج. اللي عنده مشكلة في هذه العضلات بتبقى صمام بتاع المثانة مفتوح، فلما يجي الانسان يقذف المني بتاعه يا إما يرجع كله في المثانة أو يرجع معظمه إلى المثانة ويختلط بالبول ويتحوش في المثانة وقسم صغير يطلع بره أو مفيش حاجة خالص تطلع بره. ده القصف الرجعي نتيجة مشكلة في عنق المثانة ونتيجة مشكلة في العضلات اللي بتتحكم في هذا العنق. وزي ما قلت ده مش مشكلة من ناحية الصحية، ولكن مشكلة بالنسبة للي عايز يخلف. فالتعريف زي ما مكتوب اهو، زي ما احنا شرحت لكم ايه هو القصف الرجعي او القصف الى الوراء او القصف الجاف، يعني واحد بيقذف بس ما فيش مني بيخرج. ناخد بقى بعض الحقائق عن حكايه القصف ده. بصفه عامه يقذف معظم الرجال اكتر من 1.5 ملي من السائل المنوي، ده الطبيعي، اكتر من 1.5 ملي، ممكن 3.5 إلى 5 ملي كمان. الرجال الذين يعانون من القصف الرجعي يقذفون أحيانا لا شيء على الإطلاق، أو يقذفوا كمية قليلة قوي لأن الباقي بيرجع وراء في المثانة. القصف إلى الوراء هو عرض، يعني علامة من علامات، مش مرض، مش تشخيص، مش حالة تشخيصية، إنما هو عرض لسبب ما. وبنقول الحقيقة الأخرى إن مفيش هناك أي حاجة لعلاج القصف الراجع، مش محتاج أبدا أي علاج، وإنما فقط للراجل اللي عايز يخلف معه، ودي ليها حلول. وده رسمة هي التوضيحية بتشرح لنا القصف الراجع ده المسار الطبيعي، مش الراجع زي ما انتم شايفين كده، ده المسار الطبيعي للحيوان المنوي. بيجي من عند الحويصلة المنوية، بينزل في يمر خلال البروستاتا. احنا قلنا البروستاتا ده اللي هو العضو الذكري اللي عامل زي الخوخة كده او اصغر، بيمر من داخله المجرى بتاع المني، يلتقي بمجرى البول ويكمل زي ما انتم شايفين كده في مجرى البول الى الخارج. القصف الرجعي الوضع بيختلف، بدل ما يمشي لتحت كده تبص ليه بيرجع هنا. في الطبيعي ما بيرجعش، ليه؟ لان هنا في صمام عند عنق المثانة بيتقفل. لو هذا الصمام مش مقفول نتيجة مشكلة في عضلات المثانة او مشكلة في العضلات اللي بتتحكم في عنق المثانة، طبعا بتبقى الفتحة دي مفتوحة فالمني يرجع ويخش على المثانة، زي ما هنشوف في رسمة بعد كده. هي زي ما انتم شايفين في الرسمة دي المني جاي هنا اهو من الحويصلة المنوية، المفروض ان ينزل بهذا الشكل وينزل في مجرى البول الى ايه، ينزل تحت زي ما انتم شايفين، ينزل
على الحالب على القديم، لا ده بيرجع ويدخل على المثانة، بعد كده هينزل طبعا في البول بس ما بقاش لنفع من ناحية الإنجاب. هل القصف الراجعي ده شيء منتشر؟ لا مش منتشر، ده يعني الناس اللي ما عندهاش إنجاب بيبقى أقل من 2%، من 1 إلى 2% منهم نتيجة القصف الراجعي. إيه الأعراض يعني؟ هو القصف الراجعي ليه أعراض؟ العرض اللي الراجل بيحسه إنه لما بيقذف بيشعر بالنشوة وكل حاجة، بس ما فيش سائل منوي بيطلع منه، ده أول عرض. العرض الثاني إنه لما بيبص على البول بتاعه بعد الجماع بيلاقي إن البول بتاعه معكر. طب معكر ليه؟ عشان مليان حيوان منوي. المفروض البول بيبقى عادة شفاف كده لونه أصفر رايق أو درجة من درجات الصفار، لكن ده يبقى معكر لأنه مليان بالحيوان المنوي. البول لما يبقى معكر لازم يبقى فيه حاجة، يا إما فيه صديد، يا إما فيه أملاح كتيرة، يا إما فيه أنسجة متهتكة من جدار الحالب في حالات الالتهابات أو ما ذلك. هنا البول معكر عشان فيه السائل المنوي. والعلامة الثالثة الإنسان بيحس إنه مش قادر يخلي الست بتاعته تحمل. ديت الأعراض بتاعتها. طب أسباب القصف الراجعي إيه؟ القصف الراجعي ليه أسباب. إيه هي أسباب القصف الراجعي؟ إنه لما لازم يكون في مشكلة في عنق المثانة، بحيث الصمام بيبقى مفتوح ويسمح للمني إنه يرجع في المثانة. طب الحكاية دي بتحصل إمتى؟ بتحصل في حالات معينة، الجراحة، واحد عمل عملية جراحية في عنق المثانة أو جراحة البروستاتا، ديت من المضاعفات اللي بتحصل في حالات معينة، قليلة بصراحة بس بتحصل في جراحة، لما واحد يكون عنده البروستاتا متضخمة وبيشيلها بيحصل هذا العرض. يعني في عملية البروستاتا المشهورة اللي اسمها تيرب ممكن يحصل حكاية القصف الجاف هذا. ممكن واحد يكون بياخد أدوية، بعض الأدوية اللي بتاعت ضغط الدم وبتاعت علاج البروستاتا، تضخم البروستاتا وعلاج الدبريشن، ممكن تعمل ضعف في جدار المثانة وبالتالي تؤدي إلى هذا القصف الراجعي. حالة ثالثة ممكن الأعصاب، نتيجة حالة طبية بتؤدي إلى تلف الأعصاب، الأعصاب مطلوبة عشان العضلات تنقبض، مرض السكر، مرض السكري، مرض في حاجة اسمها إيه؟ مالتيبل سكليروسيس، تصلب المتعدد، ومرض الباركنسونيزم، أو إصابة في العمود الفقري والحبل الشوكي، كل دول بيؤدوا إلى خلل في الأعصاب وبالتالي العضلات تفشل إنها تقوم بوظائف. طب هل يا ترى في علامات تخلي الواحد يفكر انه ممكن يجي له هذا القصف الجاف؟ في علامات، لو الواحد عنده مرض زي مرض السكري ممكن يبقى عرضه، واحد عمل عمليه جراحيه في المثانه او البروستاتا ده ممكن، واحد بياخد ادويه ديبريشن، اكتئاب او ضغط دم احتمال، او واحد عنده اصابه في الحبل الشوكي. ايه يا ترى مضاعفات القصف الراجعي؟ ما فيش مضاعفات غير هو الواحد ما بيخلفش. بعض الناس طبعا بتقلق لعدم وجود قصف، لكن دي مش مشكله تسبب له اي قلق، لازم يطمن انه طبيعي جدا بس الانجاب هو. طيب الناس بقى اللي عايزه تنجب تعمل ايه؟ ما هو لازم يبقى في علاج للحاله دي. علاج بقى ايه؟ ما هو ما فيش حل ليها، في ادويه بتنفع بس فايدتها ضعيفة شوية، فالأدوية دي بنجربها وبياخدها الواحد، إذا ما نفعتش يبقى ما فيش غير الطريقة التانية اللي هي إنه الطبيب يستخلص الحيوان المنوي بتاعه، يا إما ياخدها من الخصية يا إما يعني في طرق لاستخلاص الحيوان المنوي ملوش لازم نخش في تفاصيلها، وبعد ما تحصل على الحيوان المنوي الطبيب يقدر يعمل إخصاب للزوجة، يا إما عن طريقة الإخصاب بتاعة أطفال الأنابيب، ديت إخصاب في المختبر، أو تلقيح مباشر داخل رحم المرأة. ديت الطريقة اللي ممكن الإنسان اللي عايز ينجب وعنده قصف راجعي يحل بيها مشكلته.
وربنا ده يعني ربنا يعافينا جميعا من جميع الأمراض، ونشوفكم بخير في الفيديوهات القادمة. واللي يحب يتواصل معنا بشكل مباشر بعد ما يدعم الموقع يبقى يتواصل معنا على الواتساب، والرقم قدامكم على الشاشة. وشكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.